لم يترك كلام زعيم المختار عن بحثه عن تسوية رئاسية مع الرئيس بري والسيد نصر الله وقعا إيجابيا لدى الفرقاء الآخرين في البلد ومنهم المسيحيين. يشرح المقربون من جملات اللامبادرة لدى الزعيم الدرزي، بل تحرك لم يستثني منه أحدا من أجل حماية البلد مما يتهدده ومن الفراغ الرئاسي. ما بدنا نفوت بسجال مع أي زميل أو أي شخص، وما حدا يفهم الأمور بالخطأ. اليوم رئيس الحزب بلش جولته بالعماد عون، يعني معناتها مش مستثنى التيار الوطني الحر من الحديث بهذا الموضوع، وبلش كمل جولته عند سعادة النائب سليمان فرنجية، وراح يزور الرئيس جميل وراح يزور معراب، وزار السيد نصر الله والرئيس نبيه بري، والتقينا مع رئيس الحكومة سعد الحريري. منا مستثنيين حدا، ولما عم بيقول هذا الموضوع لأنه بيعرف شو موقع رئيس المجلس بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وبيعرف ما هو موقع السيد حسن نصر الله بإخراج هذا الاستحقاق من 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 بس هيدا وكأنه عم تستثنوا المسيحيين، وكأنه عم بتقولوا انه السيد نصر الله ووليد بيك والرئيس بري هن رح يقرروا ويعملوا تسوية. هذا كلام، هذا كلام موقع مسيحي، هذا كلام غير دقيق، وهذا فهم خاطئ للموضوع. لا يبدي فريق جملات استعدادا للتخلي عن المرشح هاري حلو إلا إذا حصلت تسوية شاملة على حد قول ترو. ففي لقاء جملات مع السيد نصر الله رد الأخير على اقتراح جملات بالبحث عن مرشح آخر غير عون حكومة على الجنرال. لما التقى وليد بيك النائب ميشيل عون، هل لمس الاستعداد للبحث بأي اسم آخر غيره؟ نحن حكينا اللي عنا، وأكيد الجنرال حكى اللي عنده، يعني احنا عم نحكي بخوفنا، عم نحكي هواجسنا، عم نحكي قديش أهمية من الفراغ الرئاسي. هلأ من يستجيب ومن لا يستجيب، من يوافق على هذه النقطة ولا يوافق على هذه النقطة، هذه مسؤولية جميع اللبنانيين مثل ما حكينا بالبداية. الحركة الجملاطية لم تأتي بعد بأي بركة، لكنها استقطبت إجماعا مسيحيا على انتقادها. فهل يمنع هذا الأمر جملاط من استكمال العمل على التسوية الثلاثية التي تحدث عنها؟